أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج من القاهرة، والذي يرصد أبرز القضايا والموضوعات محليا وعربيا وعالميا. في حلقة اليوم نتابع: مصر ترحب برأي محكمة العدل الدولية للاستشاري، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يمثله من انتهاك حق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره. محكمة العدل الدولية تؤكد أن ضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يعلن أن صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس متوقفة على الانتهاء من التفاوض بشأن بعض التفاصيل المهمة. بريطانيا تعلن عزمها استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. كما نتابع: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع الأعطال التقنية العالمية التي تسببت في مشاكل أثرت على عدد من البلدان بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك. يتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأعطال التقنية العالمية التي تسببت في مشاكل أثرت على عدد من البلدان بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل خلية أزمة من الوزارات والجهات المعنية للوقوف على تأثيرات وتداعيات هذه الأزمة والتعامل معها. وفي ذات الشأن أعلنت وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركة الطيران أولا بأول. كما أكدت وزارة الطيران المدني أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقا لجدول تشغيل الرحلات والمقررة لها. أعلن رئيس مجموعة كراود سترايك الأمريكية للأمن السبراني أنه تم تحديد المشكلة التي تسببت بعطل معلوماتي شل العديد من الشركات الجمعة عبر العالم ويجري تصحيحها. من جانبها أعلنت شركة مايكروسوفت أنه تم إصلاح الخلل التقني الذي أصاب أنظمة الاتصالات، لكن تداعياته لا زالت تؤثر على بعض المستخدمين. لا شك أن شبكة الإنترنت أصبحت تؤدي دورا محوريا في حياة ملايين البشر حول العالم، ومن ثم أصبح أي خلل تقني أشبه بكابوس يربك عمل العديد من الشركات والهيئات في مختلف البلدان. فها هو إعلان شركة مايكروسوفت العالمية عن عدم إمكان الوصول لعدد من برامجها وخدماتها، مما تسبب في خسائر كبيرة لعدد من القطاعات على رأسها قطاع الطيران على مستوى العالم، نظرا لاعتماد شركات الطيران على جدول زمني دقيق. فمع تعذر الاتصال بالإنترنت ومن ثم عدم إمكان الوصول لبيانات المسافرين، واجه المسافرون داخل المطارات تأخيرات وإلغاءات ومشكلات عدة في إجراءات تسجيل الدخول، مع اضطرار الكثير من شركات الطيران إلى تسجيل الركاب يدويا. المطارات العالمية تأثرت بشكل ملحوظ بهذا الخلل، وكان أكثرها تضررا مطارات الدول الأوروبية ومنها مطار برلين الدولي وإدنبرا في اسكتلندا. كذلك أبلغت إسبانيا عن مشكلات تقنية في جميع مطاراتها. كما أصدر عدد من شركات الطيران الأمريكية إخطارا بعدم إقلاع جميع رحلاتها في موعدها. وفي آسيا تعطلت حركة السفر في مطار إندرا غاندي الدولي في العاصمة الهندية نيودلهي. تداعيات هذا الخلل التقني امتدت أيضا إلى البنوك وعدد من البورصات والمؤسسات المالية والإعلامية العالمية، حيث أعلنت بورصتا لندن وميلانو تعذر تحديث بياناتهما الخاصة بأسعار الأسهم متأخرة 20 دقيقة. فهل سيصبح العالم فريسة بين الحين والآخر لظهور شاشات الموت الزرقاء كما يطلقون عليها، والتي تعلن توقف نظام ويندوز عن العمل ومن ثم تعطل عدد من القطاعات الحيوية؟ وينضم إلينا دكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية. دكتور محمد، يعني هل يصبح، يعني سأخذ من التقرير، هل يصبح العالم هو بالفعل في انتظار
يعني أي وقت أن تتوقف فيها شاشات الويندوز وأن يصبح العالم في مواجهة خطر ما نتيجة هذا الاعتماد الكبير على التقنيات الحديثة. مساء الخير على حضرتك استاذ محمد وعلى كل مشاهديك الكرام. يمكن اللي حصل النهارده الحقيقه من يعني خروج عدد كبير جدا من المؤسسات والجهات يعني اللي احنا بنقول انها بتشتغل بنظم البنية التحتية الحرجة زي المطارات والبورصة وبعض البنوك والمستشفيات وخلافه من الخدمة نتيجة طبعا الخلل التقني اللي حصل، بيعكس الحقيقة مجموعة من الأمور المهمة جدا. الأمر الأول هو لأي مدى أصبحنا النهاردة في حياتنا اليومية بنعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى النظم الإلكترونية والرقمية بشكل كبير، وإنه أي تأثير الحقيقة في الخدمات اللي بتعتبر خدمات حرجة من الممكن إنها تبقى بتأثر يعني على الحالة الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير جدا في المجتمع. ويمكن حضرتك شايف النهاردة العالم كله مقلوب الحقيقة على اللي حصل. دي نقطة. النقطة التانية الحقيقة المهمة كمان إنه اللي حصل النهاردة بيثير الحقيقة تاني فكرة الاهتمام بالأمن السيبراني وإزاي نقدر نحقق عناصر الأمن السيبراني بطريقة جيدة وكمان نبقى بنضمن استمرارية الأعمال. يمكن النهاردة ما كانش في هجوم سيبراني أو أتاك حصل على النظم المختلفة، إنما حصل الحقيقة إنه هذه التطبيقات وهذه النظم أصبحت خارج نطاق الخدمة، ومن هنا الحقيقة بتيجي أهمية وضع خطط يعني لضمان استمرارية تقديم الخدمات حتى في أحلك الظروف. يمكن كنا قبل كده بنتكلم على إنه شبكة الإنترنت ويعني استخداماتنا لأجهزة الكمبيوتر تعتبر حاجة من الحاجات الرفاهية، إنما الحقيقة كل يوم بيعدي علينا النهاردة في حياتنا بيثبت إنه لا، دي أصبحت النهاردة حاجة من الحاجات الأساسية جدا اللي إحنا بنشتغل بيها ومحتاجينها في حياتنا. هل يا ترى ده محتاج يعني خطط ومواجهة؟ بالتأكيد أنه محتاج خطط كبيرة جدا على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الدول وعلى مستوى كمان المشرعين في الدول المختلفة. ليه؟ لأنه النهاردة وإحنا بنتكلم على استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما بقتش رفاهية، ومن هنا لازم نبقى حاطين خطط للتأمين، خطط يعني الطوارئ اللي من الممكن إنها تحصل، خطط لضمان استمرارية الأعمال بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت كمان نبقى حاطين كوادر بشرية قادرة ومؤهلة على سرعة الاستجابة لمثل هذه الحوادث اللي من الممكن أنها تحصل. يمكن يحسب الحقيقة لشركة كراود سترايك برغم طبعا الأزمة الكبيرة اللي عملوها في العالم النهاردة أنه رئيس مجلس إدارة الشركة طلع على طول يعني بعد يمكن ساعة أو اتنين من الحدث ببيان على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بيشرح فيها اللي بيحصل، ودي الحقيقة نقطة إيجابية جدا إننا نقدر نشرح للناس إيه اللي بيحصل. إنما لما نيجي بقى نبص على الحدث نفسه والتحليل الخاص بيه، لا، هنا طبعا في مشاكل كبيرة حصلت الحقيقة. صحيح. إنه لما يبقى عندي تحديث أمني المفروض إنه الناس بتستخدمه علشان ترفع من مستويات الأمن والحماية للنظم والتطبيقات اللي هم بيستخدموها، ونفاجأ بإنه هذا يعني التحديث لم يكن على القدر الكافي من يعني الكفاءة، وإنه ما تمش اختباره بطريقة جيدة قبل ما نبتدي إننا نستخدمه، بالتأكيد إن الكلام دوت في يعني خطورة كبيرة جدا. بيجي كمان دور دكتور محمد، انا عايز اسال حضرتك على هذه النقطه. يعني في يعني موضوع مثل الطائرات والمطارات، يعني هو موضوع حساس جدا وبيعتمد او يعني بيتوقف عليه ارواح ناس مسافرين في هذه الطائرات. لماذا يعني يتم الاعتماد على نظام واحد ولا يوجد نظام مثلا احتياطي، نظام بديل من شركات اخرى، او ان يكون هناك خطه بديله في حالات الطوارئ عندما يحدث اي خلل في الانظمه القائمه؟
هو واضح انه طبعا انه يعني شركات الطيران اللي بتشتغل بنظام مايكروسوفت 365 ويعني التحديث الامني اللي بتعمله او المعايير التامين اللي بتعمله كراود سترايك، وهي واحده من يعني اكبر شركات العالم في مجال تامين البيانات والمعلومات، اثبت كفاءه عند كتير جدا من المؤسسات الضخمه، وده الدليل على انهم بيشتغلوا بيه بطريقه مستمره. يمكن اللي حصل النهارده الحقيقه يلفت النظر لانه لازم يبقى فيه نظم بديله، انما الحقيقه كمان النظم البديله هتبقى محتاجه ميزانيات اضافيه، ودي دايما المعضله اللي بتقابل المؤسسات وهي بتتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وادواتها المختلفه. ازاي اقدر اوازن ما بين تحقيق المصالح الخاصه بالجهه او المؤسسه وفي نفس الوقت في ضوء افضل الموارد وباقل التكاليف او في ضوء التكاليف المناسبه يعني. فدي مساله. انما الحقيقه انه كنت عايز بقى اتكلم على جزء مرتبط بالمشرعين، الجهات التنظيميه الحقيقه الخاصه بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول المختلفه، ومدى يعني اهميه دورها في انها تقدر انها تتدخل بامور تنظيميه وامور عقابيه في بعض الاحيان، علشان نبقى ضامنين انه مثل هذه الاحداث ما تتكررش بالشكل الكبير دوت. دي جزئيه. الجزء الثاني الحقيقه هي اجهزه حمايه المستهلك. النهارده الحقيقه انه في ركاب كتيره جدا على مستوى العالم، في مرضى في مستشفيات، في مستثمرين في بورصات عالميه، مش قادرين انهم يتعاملوا ولا قادرين انهم يسافروا ولا قادرين انهم يتلقوا علاجات، وبالتالي في الحقيقه خسائر ضخمه جدا حصلت. ومن هنا لازم يبقى في يعني عقوبات ماليه وتعويضات لكل الجهات والمؤسسات اللي تم يعني الحاق الاضرار الكبيره جدا بيها على مستوى اليوم النهارده. طيب دكتور محمد، يعني اللافت للنظر ان في بعض المطارات لم تتأثر رغم ما حدث في أغلب مطارات العالم ومطارات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ما هو السبب أن يكون هناك بعض المطارات تأثرت وبعض المطارات لم تتأثر يعني من وجهة نظر حضرتك؟ طيب خليني أقول لحضرتك، لأن دي نقطة في غاية الأهمية. ليه بعض المطارات ما تأثرتش وبعض الأجهزة والمعدات أو الجهات التانية ما تأثرتش؟ لأنه ببساطة شديدة جدا هم مش متعاقدين مع كراود سترايك على إجراء التحديثات الأمنية الخاصة بالنظم الخاصة بيهم، أو أنهم ما بيستخدموش نظم مايكروسوفت 365، بيستخدموا نظم أخرى أو تطبيقات أخرى. فدي نمرة واحد، لأنه العطل الفني اللي حصل الحقيقة حصل على التحديث اللي قامت بيه كراود سترايك. فنمرة واحد، هم مش بالضرورة أنهم يبقوا بيستخدموا هذه التطبيقات أو استخدموا هذا التحديث. نمرة اثنين الحقيقة أنه ما ننساش برضو أنه النهاردة الحقيقة يوم الجمعة، وفي دول كتيرة الجمعة فيها أجازة، تمام، وبالتالي من الممكن جدا انه حتى لو في جهه او اتنين عندها كراود سترايك، هي ما قامتش بعمليات التحديث اللي خاصه بالايه يعني التامين اللي تسبب في الخلل الامني اللي حصل النهارده. ودي طبعا يعني ميزه كبيره بالنسبه للجهات والمؤسسات اللي ما حصل لهاش اي يعني توقف عن الخدمه او اضرار في المساله دي. طب دكتور محمد، ايضا حضرتك ذكرت ان هناك خسائر وقعت على بعض الاشخاص وبعض المؤسسات نتيجه هذا الخلل الذي حدث في الاجهزه وفي يعني النظم الموضوعه من شركه مايكروسوفت وايضا من شركه الامن. هل يمكن الرجوع على هذه الشركات، على شركه مايكروسوفت وعلى الشركه الامنيه من جانب هؤلاء الذين خسروا اموالا او خسروا يعني من في اقتصادياتهم، في اقتصاد شركاتهم، ان يرجعوا على هذه الشركات ليطالبوا بتعويض مثلا او بتعويض مادي او تعويض يعني باي شكل؟
بالتأكيد أستاذ محمد، لما نيجي النهاردة نلاقي أنه هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية أول ما حصل الخلل دوت أدت أوامر للطيارات اللي موجودة في المجال الجوي بالنزول فوراً في أقرب مطارات ليها، لما نلاقي أنه في مطارات بالكامل أغلقت، لما نلاقي في مطارات مثلاً زي مطارات الهند ابتدت أنها تستخدم الأساليب اليدوية ل يعني إصدار البوردنج باس أو تذاكر السفر الخاصة بالركاب، ونلاقي أنه هناك صعوبات جامة في حركة الطيران وتأخير في كتير من الرحلات، وده طبعا بيأثر على الركاب، خصوصا انه النهارده في دول برضو كتير النهارده يعتبر اخر يوم عمل والاجازه الاسبوعيه، تمام، وفي حركه يعني مسافرين ضخمه جدا، ومن الممكن ان الناس دي كانت وراها يعني طيارات اخرى وامور اخرى المفروض انهم صحيح. بيعملوها. نفس الحكايه في المستشفيات والمراكز الطبيه، الناس اللي رايحه تتعالج ومش قادره انها تحصل على الخدمه الطبيه، ومن الممكن انهم يبقوا تعرضوا لاضرار صحيه نتيجه التاخير في علاجهم. كل دوت الحقيقه بموجب كل قوانين العالم مش بس القانون المصري يقدروا انهم يرجعوا على شركه التحديثات الامنيه وشركه مايكروسوفت كمان فيما يتعلق بالخسائر اللي لحقت بيهم، بالإضافة طبعا لأنه البورصات والمطارات والمستشفيات وكل من هو تضرر من يعني هذا الخلل الأمني يقدر أنه يرجع على الشركتين بالتعويضات المالية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، أشكرك شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. رحبت مصر برأي محكمة العدل الدولية الاستشارية الذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يمثله من انتهاك حق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره. وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية أن على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن ووقف أي نشاط استيطاني جديد والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياستها وممارستها غير القانونية. وطلبت مصر جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والتدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي والإنساني. أكدت محكمة العدل الدولية أن ضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي. كما أكدت محكمة العدل أن هذا الانتهاك يصطدم أيضا بوضع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال للأراضي الفلسطينية. وأضافت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن. أشار المحكمة بأن تأكيد إسرائيل لسيادتها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة إنما هو انتهاك للقانون الدولي الخاص بحظر الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، وأن هذا الانتهاك فيه أثر واضح على قانونية الوجود الإسرائيلي كقوة محتلة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وترى المحكمة بأنه لا يوجد حق لإسرائيل بالسيادة أو ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة لأنها قوة احتلالية، وفي ذلك انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر احتلال أرض الغير بالقوة. كما اعتبرت محكمة العدل الدولية أن توسيع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية من شأنه حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره في الحاضر والمستقبل. ترى المحكمة بأن هذه السياسات الإسرائيلية غير القانونية إنما تعمل على الضرر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأن هذه السياسات والممارسات المستمرة منذ عقود تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير منذ وقت طويل، وتوسيع هذه السياسات والممارسات يقوض مثل هذا الحق في الحاضر والمستقبل.
وصفت الرئاسة الفلسطينية قرار محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه انتصار للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي. من جانبه أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن المحكمة وجدت أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهك ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. لقد وجدت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك على وجه الخصوص حظر الفصل العنصري والأبرتايد، وإن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لا ينتهك فحسب، بل وينتزع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في أرضه. وأكدت المحكمة على هذا الحق، حق تقرير المصير وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، وهذا يعتبر ردا واضحا ومباشرا على قرار الكنيسة الأخير غير القانوني في رفض الدولة الفلسطينية. وفي الجانب الإسرائيلي، اتهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء محكمة العدل الدولية بإصدار قرار اعتبره كاذبا، وانتقد نتنياهو ما أكدته أعلى جهة قضائية في الأمم المتحدة بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمر غير قانوني. وفيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، وذلك وفقا لتقديرات رئيس الوزراء الإسرائيلي. وينضم إلينا دكتور محمد مهران، الخبير القانوني الدولي. دكتور محمد، مرحبا بك. وبداية، يعني كيف ترى قرار محكمة العدل الدولية الخاص ب يعني إسرائيل، وأن عدم شرعية ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وكذلك على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية؟ في البداية مرحبا بسيادتك وبالسادة المشاهدين. طبعا رأيي الاستشاري يعني الصادر اليوم هو يعني انتصار للحق الشعب الفلسطيني، وهو يعني ان رأي تاريخي سيخلده التاريخ، لانه اكد على عدة مبادئ قانونية يعني مرسخة في القانون الدولي. يمكن كنا يعني بنأمل ان الرأي الاستشاري سوف يتحدث عن عدم قانونية يعني الاستيطان وانه غير شرعي ومخالفة المواثيق ويعني الاتفاقات الدوليه، لكنه فاجئنا يعني اليوم، ويمكن فرحنا جدا هذا الراي، وشمل كل ما يحدث من انتهاكات بدايه من احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينيه. طبعا الراي اكد على عدم شرعيه الاحتلال وعلى عدم شرعيه الاستيطان، وطالب اسرائيل بضروره وسرعه انسحابها من الاراضي المحتله، وايضا يعني اخلاء المستوطنين، وطالب حتى المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بهذا الوضع يعني او الامر الواقع، ويعني ضروره ان يقف المجتمع الدولي والامم المتحده ومجلس الامن ضد هذه الانتهاكات ورفع هذا الاحتلال عن الشعب الفلسطيني. واكد ايضا الراي على مبادئ راسخه يعني، وهي حق تقرير المطير، وهو حق اصيل في القانون الدولي للشعب الفلسطيني. وايضا يعني هذا الراي اكد على عدم جواز احتلال الاراضي بالقوه، لان كل هذه المبادئ يعني مقرر في القانون الدولي، ويجرمها وتجرم هذه الافعال وفقا للقانون الدولي. طب فكره ان يصدر هذا القرار من المحكمه الان، محكمه العدل الدوليه، وهي اعلى محكمه تابعه للامم المتحده، وهو راي طبعا كان من الصعب ان يصدر في الماضي، هل هذا يمثل نوع من انواع الشرعيه او القانونيه، او يعطي قوه للمطالب الفلسطينيه في المستقبل؟ هو بالتاكيد يعطي قوه، وهيكون يعني هيكون مرجعيه للعديد من يعني الاجراءات القانونيه. يمكن احنا عارفين طبعا ان وفقا لميثاق الامم المتحده الماده 96 بيحق لمجلس الامن او الجمعيه العامه للامم المتحده ان تطلب من محكمه العدل يعني اي راي استشاري بشان اي مساله قانونيه، وكذلك نظام محكمه العدل الاساسي يعني بيؤكد على ذلك في الماده 65. وطبعا الميثاق يعني بيقول ان هذا الراي بيكون غير ملزم. نحن نعلم ان يعني ان هذا الراي غير ملزم، ولكن طبعا هو له قوه كبيره، لانه سيكون مرجعيه كما تحدثنا للعديد من الاجراءات، يمكن ان يستخدم في اي قضايا يعني سوف ترفع في المستقبل، او مثلا امام الدعوه المثاره امام محكمه العدل الدوليه بشان الدعوه المقامه من جنوب افريقيا ضد اسرائيل بشان اتفاقيه منع الاباده الجماعيه، ويمكن ايضا استخدامه في يعني التحقيقات الجاريه امام المحكمه الجنائيه الدوليه بشان
جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة المرتكبة في فلسطين وقطاع غزة. طبعا يعني هذا الأمر كان يعني جيد جدا. اليوم لابد أن يستغل المجتمع الدولي هذا الزخم، لابد يعني الدول العربية أن تستغل هذا الرأي الاستشاري في يعني الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن احنا نوصل لحل. يمكن النهاردة هذا الرأي يعني كان صفعة للكيان الصهيوني، ويعني أكد أمام العالم كله أن هو يعني دولة احتلال، وأن كل تصرفاتها غير قانونية وجاءت يعني بالمخالفة للقانون الدولي. يجب علينا جميعا أن نستغل هذا الرأي لصالح الشعب الفلسطيني، ويكون هناك حل واضح يعني لهذه القضية. يمكن المحكمة اليوم فعلت يعني ما كنا لم نتوقعه، يعني كل ما كنا نتوقعه فعلا المحكمة يعني النهاردة أنصفت الشعب الفلسطيني بشكل واضح، واتخذت يعني قرارات واضحة من أجل الشعب الفلسطيني. يمكن لابد أن تستخدم هذه القرارات في محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، لأن طبعا ما بني على باطل فهو باطل. النهاردة الاحتلال كله غير شرعي، غير قانوني، الاستيطان، كل هذه الأفعال تخالف يعني اتفاقيات حقوق الإنسان، اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. طبعا يبقى اذا النهارده الشعب الفلسطيني له حق في المقاومه وتقرير مصيره. بدايه كده من يعني طوفان الاقصى في 7 من اكتوبر كنا بنتحدث، بعض الدول في البدايه كانت تدعم اسرائيل، ويعني بتقول ان لها حق الدفاع الشرعي عن نفسها وفقا للماده 51 من الميثاق. لكن النهارده لما نعرف ان اسرائيل وفقا لهذا الحكم هي دوله احتلال، ودخولها يعني فلسطين والاراضي الفلسطينيه كان بشكل غير قانوني، فاذا كل تصرفاتها يعني غير قانونيه، وكان حق ده حق اصيل للشعب الفلسطيني المقاومه، وانه يدافع عن نفسه، وان ما حدث في طوفان الاقصى كان نوع من انواع المقاومه وحق يعني الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. طب يعني خليني اسالك دكتور محمد عن يعني ماذا بعد، ماذا يمكن للسلطه الفلسطينيه أن تبني عليه بعد هذا القرار؟ هل يمكنها أن تستطيع أن تلجأ إلى يعني استغلال هذا القرار في فرض يعني أو في الحصول على قرار آخر يكون ملزم لإسرائيل من خلال أيضا القانون الدولي؟ بالفعل يعني هي حتى المحكمة طالبت ذلك، يعني طالبت المجتمع الدولي والدول أن تساعد فلسطين على يعني نيل حقوقها وعلى استقلالها وعلى وقف كل هذه الانتهاكات ويعني انسحاب اسرائيل من الاراضي الفلسطينيه. الان يمكن ان يترجم بقى هذا يعني الراي في الامم المتحده، لكن ايضا الامم المتحده يعني الجمعيه العامه قررتها ايضا بتكون غير ملزمه، ولكن هي لها صلاحيات ان تعرض على مجلس الامن. لكن للاسف هنيجي يعني نصطدم من جديد بحق النقد الفيتو الامريكي. يمكن الولايات المتحده الامريكيه هي يعني من حدد دور مجلس الامن وجعلته يعني غير لم اصبح لم يعني ليس له قيمه. نعم. مجلس الامن له صلاحيات كثيره وفقا للفصل 7، وكان عليه دور يعني اخلاقي وانساني وقانوني، يجب كان ان يتدخل في مثل هذه النزاعات لانه المنوط به حمايه الامن والسلم الدوليين. لكن طبعا بسبب تدخل امريكا بشكل واضح ودعمها اللامحدود لاسرائيل طبعا لم يقم بدوره. وهنا المشكله ان القرارات الملزمه دايما بتكون من مجلس الامن وايضا من محكمه العدل الدوليه، لكن برضو يعني حتى هنصطدم ايضا محكمه العدل الدوليه قراراتها ملزمه، وفي حاله عدم تنفيذ قراراتها هنرجع تاني لمجلس الامن. يمكن هي دي المشكله دايما اللي بتقوض اصلا شرعيه هذا الجهاز، وبتفقد يعني الجميع الثقه في النظام الدولي العالمي. فده كان سبب كبير انه يجب على مجلس الامن ان يتراجع ويتحمل دوره ومسؤوليته في مثل هذا النزاع. النهارده يعني احنا بنتكلم عن نزاع شاهدنا على مدار اشهر الكثير من يعني القتلى، شهداء من الاطفال والنساء الالاف، حتى ان الجمعيه العامه يعني ادرجت اسرائيل على قائمه قتله الاطفال، وكل ذلك ومجلس الامن لم يتحرك حتى الان. المجتمع الدولي الان عليه دور كبير، حتى لو لم يتحرك مجلس الامن طلبنا يعني مسبقا ان تتدخل الدول بشكل فردي وتفرض عقوبات على يعني الاحتلال الاسرائيلي. اليوم هذا الراي الاستشاري ايضا سيعزز من هذه الامور وسيفرض المزيد من العقوبات. يعني الكثير من الدول سوف تعترف ايضا بفلسطين. نطالب الكثير من الدول كما قالت المحكمه في رايها ان يعني الا تتجاوب مع هذا الامر الواقع. يجب على المحكمه ان تساعد فلسطين على نيل حقوقها وان توقف الاحتلال عن يعني تصرفاته. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد مهران الخبير في القانون الدولي، شكرا جزيلا لك.
وفي جامعة الدول العربية أشاد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط برأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد أبو الغيط أهمية رأي المحكمة في ظل المساعي الإسرائيلية المستمرة لطمس طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومخططات الاحتلال في أحكام قبضته على الأراضي الفلسطينية. كما أكد الأمين العام للجامعة العربية أن رأي محكمة العدل الدولية دليل قانوني دامغ في مواجهة الحجج الإسرائيلية وممارستها العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس متوقفة على الانتهاء من التفاوض بشأن بعض التفاصيل المهمة. وأكد بلينكن أن كل من إسرائيل وحماس قد وافقتا بالفعل على إطار العمل الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في القطاع، إضافة إلى إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. كما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تتجه نحو إحراز الهدف النهائي فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. استشهد 13 فلسطينيا على الأقل اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة ورفح الفلسطينية. في مخيم النصيرات بوسط غزة وجهت قوات الاحتلال قصفا جويا لمنزلين أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين. وفي مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي قطاع غزة نشب قتال عنيف بين جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين. كما شن طيران الاحتلال 3 غارات جوية استهدفت منزلا في مدينة خان يونس. وتأتي التطورات الميدانية بقطاع غزة في اليوم 287 من الحرب الضارية والتي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع وتجاوزت شهرها 7. إذن مشاهدينا هذا هو كل ما لدينا من أخبار بعد الفاصل، وأول موضوعاتنا وهو عن مجلس النواب الذي يمنح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي.